وزمان ما كانش كده، يعني الجو في الخيمية ما كانش لا كده زمان زمان. الجو ما كانش كده، زمان الجو كان جميل، وكان 5 عائلات او 6 عائلات بيشتغلوا في شغل الخيامية، بيمتهنوا مهنة الخيامية عائلات كلها، فكان بينهم اكن الـ5 عائلات او 6 عائلات اكنهم عيلة واحدة، بس كلهم بيتعاونوا مع بعض وكلهم بيساعدوا بعض، الشغل واحد والمصلحة واحدة، والنتيجة لما بتبقى كويسة كله بيبقى فرحان وبيعملوا شغل بيشرف، يعني عايزين الناس تيجي تاني وعايزين يفتحوا مجال أكبر. وده حصل في فترة الخيامية كانت كويسة، المشكلة ده حصل في فترة الخيامية ابتدت، يعني أنا الفترة بتاعت الجيل بتاعي شفنا فترة شغل جميلة وزباين كتير وزباين جميلة وعايزين جديد في جديد، لكن معظم المحلات مش فاهمة في الشغل، فلما بيقابلوا زباين على طول بيخسروا عملاء، بنخسر العملاء. والتغيير ده يعني حصل امتى؟ يعني امتى اتغيرت الجو في الخيمية وليه يعني؟ يعني احنا نقدر نقول اتغير مثلا من حوالي 25 سنة، على حسب ما انا افتكر وعلى حسب ما انا شفت وعاشرت. انا حضرت ناس من 25 سنة، 6 عائلات بيشتغلوا في السوق، السوق كله 6 محلات فقط، فكان انا بيجي لي شغل بروح بقول لي ده تعالى، وده اللي مش بيشتغل بيجي يشتغل معايا، نفس فلوس نفس السعر، وفي عدل وفي حق وفي حب وفي اخوة وفي اصول، في الحاجات دي دلوقتي مش موجودة بسبب الدخلة والناس الجداد اللي دخلوا في الفترة الأخيرة، في حرب بين محلات وبين بعض ومفيش ترابط. لو في ترابط دي تبقى حاجة جميلة جميلة، واحنا بنسعى، يعني احنا بنفكر برضو في مجموعة من الخيامية، احنا بنفكر نعمل حاجة خاصة بينا تجمعنا كلنا مع بعض، لو في مشكلة عند حد نحلها نتكلم، فبنحاول يعني.